معدات متطورة تستخدمها الإدارة العامة للحماية المدنية في أداء ما يوكل إليها من مهام تتعلق بالإنقاذ النهري والبري وبلاغات الحرائق والمفرقعات، تم استعراضها خلال احتفال الإدارة باليوم العالمي للحماية المدنية الذي يوافق الأول من مارس من كل عام. إدارة المفرقعات تم تدعيمها بأحدث الأجهزة الموجودة على مستوى العالم في مجال التفتيش ومجال التعامل وتأمين العبوات المبتكرة، وحصلت طفرة يعني كل العالم شهد بيها في المستوى التدريبي، وتم تدعيمنا بلانشات إنقاذ على مستوى الجمهورية، وتم تدعيمنا بلانشات إطفاء، معدات إنقاذ، بدل غوص، موتوسيكلات مائية، جميع الإمكانيات مسخرة لحماية المواطنين. تضمنت الاحتفالية تنفيذ بيانات عملية لمهمات الإدارة بدأتها باستعراض اللياقة البدنية لرجال الحماية المدنية، لكن ما لفت أنظار المتابعين للاحتفالية وجود فرقة إطفاء نسائية لأول مرة ذات كفاءة تشارك في عمليات الإنقاذ. هي دي فعلا أول مرة الوزارة تفعل دور فريق نسائي يدخل في دور إنقاذ وإطفاء. عندنا بعض العادات والتقاليد اللي هي بتحب مشاركة المرأة وتدعمها، يعني إن هي ممكن تتدخل في إنقاذ أو فريق، كعادات وتقاليد لبيت مصري ممكن تحتاج ست قريبة منها، فدي كانت أول مرة تحصل إن فريق يشترك في اليوم العالمي للحماية المدنية ويتكون من فريق إطفاء وإنقاذ نسائي. العروض التي شاهدها الحضور ومن بينهم طلاب مدارس شملت كيفية التعامل مع بلاغات مواد كيميائية خطرة وإشعال حرائق عادية وفي آبار بترول، كذلك بلاغات المفرقعات، وكلها أظهرت كفاءة رجال الحماية المدنية في التعامل مع كل البلاغات. الحمد لله النهارده خدنا خلفيه كبيره قوي عن الحمايه المدنيه، تدريباتهم وتدابيرهم، بيتحركوا ازاي، سرعتهم، ادائهم، المجهود، والكونتينر لما طفوا، الحرايق وقنبله وروبوتات قدرت تطلع القنابل. استفدنا ان الحرايق البتروليه بتطفي مره قويه برضو، اللي هو ما ينفعش نستخدم الحديد او الحاجات اللي هي موصله الكهرباء في الحرايق الكهربائيه. على هامش الاحتفاليه تم تكريم عدد من رجال الحمايه المدنيه اضافه الى اسر شهداء الشرطه من رجال الحمايه المدنيه والمصابين تقديرا لما بذلوه في سبيل الوطن. من غير ما ينول اللقب ده انا فخوره بيه لانه هو فعلا شهيد. اكيد فخورين طبعا ان احنا في المنزله دي يعني، وفخورين ان بابا نال على اللقب ده. صراحة انتوا يعني بذلين جهد فوق الرائع بصراحة، ودايما يعني ورانا وفي ظهرنا بصراحة. ببقى سعيدة جدا وانا بقول لهم انا زوجة الشهيد هاني، هو كان نفسه اقول له انا فدا تراب بلدي. بالتزامن مع هذه الاحتفالية استقبلت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة وفدا من طلاب المدارس شاهدوا خلالها معدات الإدارة وتجهيزاتها، مع شرح تفصيلي لدور الإدارة في سرعة الاستجابة لبلاغات الحرائق والتعامل معها وأهمية رفع الوعي بمخاطر الحرائق وكيفية مواجهتها.